هيدروكربوني أو النفطي. إحنا قسمنا الملوثات، قلنا كلمة بوليوشن هي كلمة عامة، التلوث، وكوبوليوتنت بوليونتة الملوثات، وقسموها بالكتب والمصادر إلى ملوثات يعني كيميكال بوليوتنت، ملوثات كيميائية، أورجانيك بوليوتنت. وإحنا موضوعنا يصنفوا أويل بوليوتنت بشكل عام، أو هيدروكربون بوليوتنت، هيفي ميتال بوليوتنت، ثيرمال بوليوتنت، ساوند بوليوتنت، ملوثات الصوت، ملوثات الحرارة. يعني هذه المواضيع تدارسها سابقا. فضمن موضوعنا التلوث هذا هو تلوث نفطي أو هيدروكربون، يسموه أويل بوليوتنت، وكلها هي مخاطر. شنو علاقتها بالبايرميديشن؟ هو الإصلاح الحيوي، شلون نتخلص من هذه الملوثات بواسطة الكائنات الحية. نعم، فالملوثات مثل ما نعرف هي شكل مخاطر، أمراض كثيرة جاية تظهر لنا خطيرة بالمجتمع، عديدة ما نعرفها، هل هو باثوجين، هل هو هيفي ميتال عناصر ثقيلة، هل هو، يعطيكم فد مقدمة بسيطة حتى ندخل بالموضوع مباشرة، حتى تفتهمون المحاضرة بشكل، حتى نفتهم دور المحاضرة، أهميتها، مخاطرها بالبيئة. جاي تطلع بالمجتمع أمراض كثيرة، لا سامح الله، أمراض خبيثة، أمراض غيرها، ضغط و... أي. فهنا يعني الأشياء الخطرة مدى نعرفها، هل هي جاية من ميكروبات، هل هي جاية من هيفي ميتال عناصر، هل هي جاية من كيميكال، هاي من أشكال عديدة. إذا نتكلم عن مخاطرها بحياتنا اليومية، في الطبخ، في الاستعمالات، بالمواد الحافظة، بالكانينج، المعلبات وغيرها، بالإشعاع، موضوع طويل عريض درسته سابقا، بس احنا نريد نشير إلى أهمية موضوعنا. هو اللي ما تعرفوه انه هذا الملوث النفطي يعني موجود. على سبيل المثال اعطيكم امثله، هي المادة الهيدروكربونية أو البتروليوم أو المادة النفطية، لما تسقط على الماء، أكيد راح نشوفها بشكل واضح، تشكل ثين فيلم، لأن هي طبيعتها شلون نرمي نفط أبيض أسود غير ذلك، القسم منه يطفو لأن كثافته خفيفة أقل من كثافة الماء، وقسم يكون ذائب، وقسم يكون مترسب حسب كثافته، حسب شدة تركيبه، مكوناته. أكيد المركبات الخفيفة تطفو أقل من كثافة المي، والوسط الذوب، وقسم، والشكل إنه سمية عالية، توكسيسيتي لكل جميع الكائنات، والشكل إنه مواد خطرة. شهد متأخر بابا شهد سلمان. فهذه المخاطر إحنا لازم ندركها بمحيطنا، ما نعرف شنو. واحيانا يشوفون بالسلسله الغذائيه، مرات واحد ياكل سمك ويشوف ريحه نفط به، لان هاي دخلت بالسلسله الغذائيه، الفود تشين، وهذه كلها مواد كارسينوجينيك ومواد خطره استنشاق، بدليل اذا توضع النفط للنبات، للبكتيريا، جميع الكائنات تموت، ما تسبب لها استمراريه بالحياه. فاذن هي كلها مواد ملوثات سامه، مواد خطره، استنشاقها، شربها، قسم من عندهم يتناولون البنزين حتى يعني يعتقد هي حالة طبيعية، بس هو مادة مكرسنة، مادة تسبب ميوتيشن، تسبب غذاء بعض العمال، الناس الجهلة، العمال اللي بالهاندلنج يستنشقون، لأن احنا عندنا نوعين من البترول، انليدد وليدد، يضيفون رابع عثيل الرصاص، عارفون، للبنزين حتى يقل فرقعة السيارات، بس بالدول المتقدمة انليدد يعني ما يضيفوا له رابع عثيل الرصاص، يعني احنا نفطنا بين رصاص ليد اللي هو بي كابيتال بي سمول ليد، وهذه باستنشاق، لان هذا الوزن الذري مالته 207 عالي جدا، في حين الصوديوم ملح الطحام 23. شوف فرق ايش قد هذا. هذا موضوع بالهيفي ميتال ومخاطره، هم موضوع اخر، بس حتى نعرف هذه العناصر سامه، لانه مواد هيفي ميتال، مواد سامه، مواد قاتل. اليورانيوم، اليو تعرفوه، اليورانيوم هم ثقيل، استخدموه الأمريكان في ضد العراق بأسلحتهم الفتاكة، يستخدمون وزن الذري 238، اللي هو إذا من هذا، إحنا عندنا في مثل ما قلنا بشمال بالعكاشات وبالعراق مناطق مختلفة بها يورانيوم، عنصر ثقيل، وهم مواد مشعة، مسرطنة وغير ذلك. ف
من هذا التراب طن مثل يطلعون ال 288% من عدة هو يورانيوم 238، هذا يعني ويست يستخدم. تظل 2% 234 وحوالي نصف يعني من الغرام. هو ظلت 2% 234 وأقل من نصف الغرام يطلع إن 235 اللي هو اليورانيوم اللي يبحثون به العالم بالأسلحة النووية وغير ذلك. يعني جدا، لأنه الأول يعطي ألفا ما تأثر ألفا، وبعدين الثاني يعطي بيتا، والثالث قاما، لأن هي أشعة جدا خطرة وفتاكة. فالقاما هي الأخطر، ومثل ما قلنا سابقا أو في أحد المحاضرات انه الكيميكال انديكيتر، نقول مثل ما نذكرها في محاضره سابقه، وهذا حيث ما يوجد الكبريت والفسفور يوجد يورانيوم. هاي في البلدان، وموجود في سوريا والسودان وبلدان كثيره من العالم، جزائر وغير المغرب موجود اليورانيوم. هذه كلها مواد خطره، سواء بالاشعاع الراديشن، سواء بالبترول، سواء بالهيفي ميتال، بالماده العضويه. المواد العضويه شنو اللي يقولوا مرات اخطر شيء الاورجانيك بوليوتن، لانه مثل لا ترمي حيوان في المي اكيد يصبح سبستريت للمايكرو، تنتشر الفيبريو كوليرا والسلمونيلا تايفا وغيرها تعرفوها بالمي، الاشياء البسيطه. فهنا يعني من كلامي هذا، اذا احنا محيطنا يحاط بمخاطر كبيره، ما نعرف شدتها ومخاطرها وغير ذلك. لو نتكلم في الموضوع التلوث لان تخص صحتنا، تخص النبات، حتى النبات ذكرت لكم ده يتعرض لهاي الملوثات كلها، واشدها خلينا نقول هي هاي الايزوتوبس وعلى هاي الهيدروكربون. تشوفون النباتات اللي على الرصيف دائما ذبلانه، كلوريس صاير بالكلوروفين ذابل، هذا دليل. لو اخذ نفس النبات بعيد عن الطرق نشوف انه صحتها زينه، الكلوروفيل زين، الانتاجيه مالتها زين، لان احد القياسات الانتاجيه مثل اخذتوها الكلوروفيل، يقيسون شده الكلوروفيل، فصحتها زين، التركيز الكلوروفيل بالاوراق يكون اكثر من الكلوروفيل، لان هذا يصير بكلوريسيس او تحلل الكلوروفيل. هذا دليل على انه المواد الهيدروكربونيه اللي ترميها الفيكلز او المخلفات جاي تاثر، من ضمنها اكاسيد الرصاص وغيرها تاثر على صحه النباتات. تشوفوها دائما ذابله اللي هي على طول. هذا دراسات بهذا الموضوع ياخذوها الطلبه، وكذلك المخلفات الهيدروكربونيه اللي هي استنشاق. ومنين تصير هذه؟ أكاسيد نتيجة احتراق البنزين والأكسجين يدخل السيارات، ومن ثم يتحد الحرارة بالمحرك والأكسجين تعطينا أكاسيد النيتروجين، أكاسيد الكبريت، والناس تستنشقها. وهاي المخلفات هم موضوع معروف في يعني بموضوع التلوث. فاحنا لازم نعرف عن صحتنا انه دا تحيط بينا مخلف. احنا موضوعنا شنو هذا؟ شلون نتخلص من هذا الملوث اللي تصير بالمي، اللي تصير بالتربة، اللي تصير بالهواء؟ هو هذا موضوع، وكل موضوع واسع. بالهواء شلون ننقي، وبالتربة شلون ننقيها. اي نعم، حسام صالح. نعم دقيقة دقيقة. إيه ليش بابا متأخر حسام؟ وشجرة سبق وأن قلت لكم موجودة بدول الإمارات والسعودية، نباتات بكل الشوارع بها، هي أحسن بايو فلتر للتخلص من هاي الأكاسيد وملوثات الهيدروكربونية. قد تفوتني بعض الملاحظات في محاضرة، بس مثل ما قلنا كل القصب بالماء يجمع الانتيبايوتيك والهيفي ميتال والهيدروكربون وكل المخلفات يجمع، هي فلاتر الله جعلها طبيعية. شنو من هذا كلامي؟ انه الجذور تمتص المواد السامة، الهيفي ميتال، الاشعاع، كلها تشتم تمتصها، ومن ثم تخلصنا من السموم الموجودة بالتربة، ومن الهواء تنقيها الاوراق ايضا، كل الاكاسيد والمواد الهيدروكربونيه وكل هذني تنقيها. يعني فلاتر الله جعلها طبيعيه، وشجره مباركه، يعني بمعنى تنقي الهواء، تنقي التربه، حشرات ما عليها، كل الاشياء. اذا ندخل في موضوع ولو تكتبون عليها
شوفون عجيبة، هي انتي كانسر، انتي بكتيريال، انتي فنقص، انتي كل شيء. يقولها الناس اللي بالهند يسموه شجرة القرية او صيدلية القرية، كل بيت عنده هاي الشجرة. اللي عنده امراض جلدية يفرش الاوراق وينام عليها كانتي مايكروبيال انتي فنقص. اللي عنده باراسايت يستخلص الشوربة مثل الشاي الاوراق ويتخلص من باراسايت. اللي عنده كل الامراض، كل الامراض موضوع واسع. فاذا تكتب عنها شجرة غريبة وكو بحوث عليها، هي أزرتيكا انديكا الاسم العلمي، هذا ميم اسم اللوكل، وذيك الأسماء اللي هي أسماء أكو محلي لوكل اللي هي النيم. أما الاسم الساينتيفيك نيم هو باينوميال، اسم جنسه نوع. فأزرتيكا انديكا اسم العلمي. كذلك أشجار كثيرة، يعني واحد يسأل من الطلبة شنو الأشجار بعد اللي صار، مثل زهرة الشمس. زهرة الشمس هذه الكومبوزيت الحالة المركبة شافوها تستخدم اليورانيوم، يعني الإشاعات اللي صارت تشيرنوبل 86 صار انفجار، استخدموا هاي النباتات للتخلص من الإشعاع والصفصاف. نشوف الحيوانات تنام جوا أشجار الصفصاف، الغرب، الخردل، هو هاي نبات الرشاد وغيرها من، مو كل نبات هو استراتيجية للتخلص من هاي الإشعاع، وإنما هنالك استراتيجيات مختلفة. على كل هاي فد مقدمة أو مؤشرات هي تخص ثقافتكم، تخص معلوماتكم، يعني ذات علاقة بمواضيعنا. بس نربط، احنا مو فقط ندرس الجزء النظري، بس نريد مؤشرات بالمحيط ده تحدث. ما يسمح لنا الوقت أن نتكلم في هاي المواضيع حتى تزيد معلوماتكم. واحنا الإنسان محور، ايش قد ما يستوعب بالعلم، ايش قد ممكن أهميته وقيمته لما يطرح للمجتمع، يوعي المجتمع قيمة الإنسان بما يملك من ثقافة وعلم وغير ذلك. هذه الملوثات، موضوعنا الهيدروكربونية، يعني الهيدروكربون مثل ما ذكرنا هو دائما مادة تحوي كربون، هيدروجين، أكسجين، هيفي ميتالز، كبريت، فسفور، هاي المركب. ولذلك مثل البنزين هو مركب سداسي، اكو عندنا 6 ذرات كربون مرتبطة بها هيدرو، راح نشوف هاي ابسط حلقة. المواد الهيدروكربونية لو نجي عليها كمقدمة، شنو هي هاي المواد النفطية او الوقود الاحفوري الفوصل، يعني الوقود الاحفوري الفوصل فولز، او اللي يتضمن الغاز اللي يطلع من جو الغاز، النفط. نعم، بسمة مهدي. بس ما ليش تتأخرين بابا؟ زين دكتور، هسه خليت انترنت على الرصيد. بسيطة بابا، بسيطة. مو احنا كمؤشر يعني من نشوف الطلبة اللي يكونون بالمقدمة هم ناخذهم بطريقة القياس، فاحنا نريدكم، فاحنا نريدكم كلكم طلاب شطار تطمحون للماجستير والدكتوراه، هذا من حقكم، انتم صفوة من البيولوجي، عليكم ان تكونون متنافسين بشكل يخدمكم حتى توصلون للأهداف. زين، فهنا مثل ما ذكرت احنا شوف حتى المحاضرات الكل أساتذتكم هي تخدمكم، ربما كلمة من أستاذ يصبح لك مشروع بحث أو يعطيك معلومة تفيد المجتمع بها أو غير ذلك. المحاضرة هذه تخص الموضوع التلوث الهيدروكربون، وراح يشوفون أنه بالفوق بالمحاضرة موجودة يعني ذرات الكربون 6 هيدروجين بالقمة، ذني موجود كل ذرة مرتبطة بها. المادة الهيدروكربونية كل ما تكون بسيطة يكون التأثير قليل، البايودجريديشن لها سهل، لكن كل ما تتشعب وتتفرع تتعقد الهيدرو وتصبح أكثر تأثير. ويقسموها بالكتب كارسينوجينيك نون كارسينوجينيك، قسم خفيفة مثل النفثالين، وقسم البنز والبنزو ثقيلة لأنه تتكون من أكثر من حلقة، رينج سايكل، ومن ثم كل ما يتعقد المركب يصبح أكثر تأثير بيولوجيا وأكثر خطورة وأكثر صعوبة للتحليل من قبل الميكروب، لأن احنا هسه علاقتنا هيدروكربون بالميكروب، بالميكروبيا، اكو معالجات ميكروبية واكو معالجات للنبات واكو معالجات الفطريات مثل ما أخذناها سابقا، هي كلها تشتغل. بس ليش يستخدمون البكتيريا عادة؟ لأن سهل اللايف سايكل مالتها، سهل
ممكن أن تتجدد، ممكن ببساطة، لكن ذيك تحتاج وقت أطول. كل وحدة لها خصائص ومميزاتها. فهذه يعني شوفوها بالباراجراف اللي فوق، هي حلقة بنزين، وأكو هنا أكسجين يساعد انهسمنت على زيادة البايوديجريديشن، مدخل الأكسجين. وتشوفون هاي المادة النفطية اللي هي مترسبة كما تشوفوها هاي، شوفون الفسفور هو الأصفر والنيتروجين أخضر، هاي في بعلى الماء. سرفكتنت هاي اسيسد الهيدرو بايو 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 هيدرو بايو ديجريدابل بايو بايو ديجريديشن. هذه شنو السرفكتنت؟ واحد قلنا السرفكتنت هو المواد اللي تمزق الشد السطحي. اكو سرفكتنت واكو بايو سرفكتنت. سرفكتنت اللي هي مواد الغسيل، احنا من نغسل ايدينا من نصير بيدينا دهن، الشد السطحي يقل، ومن ثم تتجزأ هاي المادة الدهنية ببساطة وتتحلل. هاي فائدة الصابون. اما البايو سيرفكتنت فالكائنات تفرز ماده خارجيه تسهل عمليه ازاله الهيفي ميتال هيدروكربون، تمزقها تسويها ماده امالشنز، تسويها ماده غرويه. هذا مارين اويل سبيل، بكتيريا البلوم فلوينج اويل سبيل. هذا البلوم يعني البكتيريا بلوم، البكتيريا الايروبيك بكتيريا هي تحب الاكسجين. شوفوا هنا ساعتها على التخلص من هذا. يعني كل ما تكون الميكروبيال كوميونيتي يحتاج اكسجين، خاصه الارابيك بكتيريا، ويحتاج نيوتريان نجي عليها في منطقه. هذه معنى المارين اويل سبيل. السبيل هي البقع النفطيه. طبعا الماده الهيدروكربونيه هسه نجي عليها في نقطه، شلون تتكون؟ منين جاي؟ من الاف السنين تكونت نتيجه ضغط وحراره اسيا. زين، فهنا يعني البكتيريا بمعنى أخذت طريقها تتشجع لما يجيها أكسجين ومغذيات في نقطة معينة، وشكل حتى تساعد البكتيريا. مايك هسه المحاضرة ندخل بيها ونشوف شكو ملاحظات الصادف نتكلم بيها إيه. ليش متأخر بابا؟ مايكروبيا ديجريديشن اوف بتروليوم. بتروليوم بيست برودكتس ار ذا ميجر سورس اوف انرجي فور اندستري اند ديلي لايف. طبعا هي مصدر طاقة، العالم كله يبحث، والان ولو العالم قام يتبدل يستخدمون الكهرباء بالسيارات. يعني احنا جزء النفط بعد سنين يقل الطلب عليه، لان حتى البيئه ما تتلوث. بس السيارات بالخليج هايبريد، نص كهرباء ونص بنزين. يعني السياره تمشي ورا 80 لل 80 هي تستخدم كهرباء، موجوده هايبريد بس بالخليج التاكسيات وغيرها نزلوها، او سيارات كهرباء ورا 80 اوتوماتيك تاخذ بنزين، هي السياره تحول على البنزين، فاذا بيها خزان البنزين حتى تقلل من تلوث المواد الهيدروكربونيه. العالم قام يبحث عن نظافه المحيط، فما تعرف هسه هناك يعني مستقبلا. بس تظل الطاقه هي مصدر النفط والبنزين، هو مصدر الغاز، هو مصدر الطاقه لحياتنا اليوميه. فهسه تنزل سيارات بهذه الطريقه، اما كامله كهرباء او هايبريد يعني مزدوجه تشتغل، يعني مهجنه ما بين الكهرباء والبنزين. هذا طرق جديده في الساحه تقلل الملوثات، وهي مصدر للطاقه، والطاقه الطلب عليها تعرفون مشاكلها، والعالم كله يستخدمها مشاكل سمعت. ليك اند اكسيدنتال سبيل اوكر ريجولارلي ديورينج ذا اكسبلوريشن، استكشافات برودكشن ريفاينرينج. هذه طبعا الاستكشافات والمواد التكريه كلها ونقلها وخزنها بتروليوم اند بتروليوم برودكت. عمليه الخزن والاستخراج والتكرير كلها تسبب لنا مشاكل، او البقع النفطيه اللي تكون على البحار وغير ذلك، كلها مشاكل مقدمه عن اهميه موضوع البتروليوم ومخاطره على الحياه، سواء المايكرو سواء النباتات بالبحار بالمحيطات بالبر بالجو، كل الاشياء جايه تتاثر بسبب هذه المواد السامه. واحنا ما بدنا نعرف قلنا هاي الامراض من ضمنها كثيره، ما لا مجال للكلام عنها بشكل. بتروليوم هيدروكربون كان بي ديفايد انتو فور كلاسز، ذا ساتوريت يعني المشبعه، والاروماتيه ذا اروماتيك، ذا اسفلتيه الاسفلتيه من الاسفلت، الفينول فاتي اسيد كيتون الاسترز اند البروفايرين. بروفايرين هذه النوع الرابع ذا ريزن
بايريدينز، كيونولينز، الكاربوزولز، السلفوكسايدز اند الامايدز. هذا اللي نقسموها release of hydrocarbon into the environment whether accidentally or due to the human activities is a main causes of water and soil pollutant. يعني هي مصادر دني رئيسية لتلوث الثروة والماء. Soil contaminant with the hydrocarbon causes extensive damage. يعني بشكل واسع تسبب of local systems since accumulated of pollutant in the animal and plant tissue may causes death or mutation. أما سبب موت أو سبب طفرات mutation. طبعا هذه قلنا اللي ذكرناها جاي تطلع للمحيط بشكل واسع أو سبب حوادث أو عدة تلوث لنا التربة والمي وسبب لنا تلوثها بالمادة الهيدروغانية وهي تسبب تأثيرات واسعة extensive damage تأثير واسع على local systems since accumulated تتراكم بداخل النسيج النباتي أو الحيواني حسب في البيئة في التربة والماء والهواء كلها تتأثر بهذا الموضوع. التقسيمات هذه باب اللي قد عدة كتب يقسموها على شكل غاز. احنا بقى بالنسبة إلى باب النفط هو منين دي يتكون؟ من عبر آلاف السنين، من آلاف السنين من تحول هاي النباتات والغابات والحيوانات يعني الكائنات العضوية تتحول إلى مادة هيدروكربون بفعل الحرارة والضغط. وأي بكتيريا من النوع ايروبيك أو أنيروبيك بكتيريا اللي جت تشتغل شهد اللي تحول لنا من مادة عضوية هاي الغابات اللي اندثرت من آلاف السنين وفعل الحرارة وفعل الميكروب والبكتيريا والفطر الساهم في تحويلها من عضوية إلى مادة هيدروكربون. شنو هي شهد أرابيك أو أنيروبيك؟ ما جاوبت. آسيا حسن ده تسمعوني انتو وياي بالصوت؟ الو اي دكتور وياك دكتور ليش صافني الواحد يجاوب لو ارابك لو انا ارابك سندس من يجاوب تفضل ليش ما تجاوبون بابا دكتور دكتور ايه تعتبر بسمة. مواد عضوية لان الكربون يدخل بتكوينها. لا لا بابا سؤالي هاي النفط صار النفط الابيض او العفو النفط هذا الكرود اويل جاي نستخرجه العالم كله دي طلبه دكتور هو عضوي يكون اي دقيق انا ايروبيك انا ربك عافيه منو مريم جاوبتي مريم مو مريم انا ربك اكيد لان هي جوه القاع البكتيريا منين يجيها الاكسجين. هاي غابات اندثرت من الاف السنين وحيوانات ديناصورات وغيرها كلها من ماتن هي ماده عضويه شنو مصير حراره وضغط وبكتيريا بابو هاي مبادئ بسيطه تصف رابع انا بنتكلم وياكم انت المفروض يعني رؤوس نقاط تعرفوها راسا تجاوبوها وتفكر ليش عند اقول لك هوائي خروج ككل وبعدين هتيرو اروماتيك يعني حلقات متباينه هاي اكثر سميه وبعدين الاسفلت التير هاي التقسيم اخر بالكتاب هنا غير تقسيم احنا نمشي على المحاضره هذه حتى نوحدكم مع المساء وغير ذلك بالاسئله. فاذا احنا من نحفر لو يطلع لنا غاز لو يطلع لنا ماده نفطيه هذه الخفيفه لو ثقيله لو هتيرو تطلع معها هيفي ميتال مثل يطلع الرصاص وياها الكادميوم يطلع وياها الكروم وغيره. والتير اللي هي اسفلت والمواد القيرة تصير ثقيلة دائما تطلع صعبة من فتتقسم على كثافتها وحتى بالريفاينري بالعملية المصافي من يصفون حسب كثافته يطلع البنزين الثقيل يكون أثقل النفط الأبيض وهكذا حسب درجة الكثافة تتنقى هاي المادة الكرود أويل اللي هي المادة المنقاة. نجي فإذن تقسيمات اكو عديده بس هي بشكل عام عرفنا هي لو غاز لو ماده سهله لو يعني ف ذكرت هاي التقسيم يعني احنا نجي على المحاضره نرجع بس اكو اشياء انا تكلمت بيها حتى تفتهمون المحاضره من جوانب عديده وايضا هي بالنسبه لكم ثقافه ومعلومات من اتكلم بيها حتى تصير عندك قيمه الانسان بما فهنا اكو طبعا هذه الصورة مذكورة في قلنا هذه إذا تنتبهوا لها إذا تريد تكبروها المايكرو أورجانيزم
وشلون يحيط بالمادة إذا أكبرها تشوفها، يعني هاي بتروليوم هيدروكربون اللي هي زرقاء، والسويل بارتيكل هاي الصفراء، وشون هي موجودة مع المايكرو أورجانيزم اللي هي اللون يعني اللون البنفسجي، أو شلون يحيط بيها ويحللها. وبعدين اكو مصطلح السفورو ليبيد، السوفروفيلد اللي هو السوفروليبيد اللي هي بولي سكرايد، هو يعني جروب اوف اكسترا سيلولار بايو سيرفكتنس نون باثوجينيكيس، يعني من الاكسترا سيلولار تنتج ماده دهنيه من اليست الخمائر اللي هي غير مرضيه الموجوده بالتربه، وتسوي لنا بايو سيرفكتنت حتى تسوي اميرشن، حتى تسوي ماده يعني مو غرويه مثل الغرويه بالضبط، حتى تسهل نزول او تحلل الماده الهيدروكربون. فهاي المصطلحات هذا الشكل داير. According to the Environmental Protection Agency هذه هم تحفظون لما EPA، هذه Environmental Protection حماية البيئة، منظمة حماية البيئة. Oil release threaten public health and safety by the contaminating drinking water causing fires and explosion hazard, diminishing air and water quality, compromising agriculture, destroying recreation area، المناطق السياحية والترفيه كلها ده تتأثر عليها، موجودة بكل مكان. بالwasting non renewable، المواد اللي هي مقابلة لل يعني لل التجدد، non renewable، renewable اكو مواد قابلة، بس هاي المواد اللي هي مقابلة للتجدد يسمونها non renewable. wasting biodegradation petroleum hydrocarbon employ the enzyme catalyze activity of the microbe to enhance the rate of the pollutant degradation. This article provide an overview about bioremediation for the petroleum hydrocarbon. طبعا هو الكائنات الدقيقة هي خلاصة الكلام، انه هذه الاشياء اللي ذكرناها تأثر وتسبب لنا اضرار كبيرة للمناطق السياحية، لمناطق الصناع، المناطق اللي غير متجددة، سبب اضرار. فالحل مالت هو المايكرونزم وفعل الانزيمات اللي تفرزها تعمل على بايوديجريديشن. بايوديجريديشن يعني هي الكلمات اللي هو التحلل البيولوجي بفعل الميكروب، قد تكون مثل ما قلنا كل حتى اليست، حتى البكتيريا، حتى الخمائر، حتى الفطريات، النباتات، هي فعل انزيم لعمليه التحلل. وان اوف ذا موست افيشنت بكتيريا ديجريدد كرود اويل از اسيتينوباكتر بوماني. هاي البكتيريا سامعين بيها من اشهر ست بكتيريات سائده، سيدوموناس اريجينوزا، كليبسيلا نيمونيا، يعني بعد عندنا السالمونيلا، هذني كلهن ستافلوكوكاس، ذني من اشهر اخطر الانواع البكتيريا السته التوب للاصابات بالباثوجين. السينوباكتر بوماني هذه يسموه عراقي بكتر، صابت الجنود الامريكان بالعراق وصابتهم بافغانستان وسببت لهم امراض. عندما ينجرح المريض هي موجوده بالتربه وبالهواء سينوباكتر بوماني، وسببت لهم احيانا حتى الوفاه لان تفرز سموم، وسموها عراق البكتيريا العراقيه، عليها بحوث هذا الموضوع. قسم ناتشرال وايد، وقسم صابت الانسان بواسطه الجروح، بواسطه انهيلينج، وعده طرق، وتسبب منجايتس، وتسبب لنا امراض عديده وغيرها من الامراض السائده، النيمونيا وغير ذلك، سببت امراض كثيره باليو تي اي للجنود المصابين، اللي سببت مثل جرح عده وغيره، ودخلت وموجوده بالمستشفيات، محيط المستشفيات، بالاسره، بوحده العنايه، بالاجهزه المستخدمه، كلها موجوده الاسينوباكتر بوماني، والسبب لنا دخولها سبب لنا ميوتيشن. تعرفون البكتيريا قد تكون برا هي وايلد، ولما تصيب الانسان قد تسبب لنا ميوتيشن، وسبب لنا ضراوتها، وتطلع ضراوتها والدافع وعتها، اساليب الفيريولنس فاكتور مالتها عاليه، مثلا السبب لنا بايوفيلم انتي ريزيستنت للبكتيريا البايو انتي بايوتيك، وهكذا موضوع واسع بالمرضية الباثوجينيسيتي نقدر نشوفها. بس يعني من البكتيريا الخطرة الستة التوب المعروفة في أمراضية هاي مثل هذا جينوس جرام نيجاتيف، هي من نوع جرام نيجاتيف بكتيريا، بيلونج تو ذا وايدرز كلاس، الكلاس مالتها اللي هي الجاما بروتو بكتيريا، الفاميلي مالتها ميروكسيليسي اذا تتابعونها، اذا ما تكون احد الاشياء لوحدها. السينوباكتر سبيشيز ار اوكسيد، يعني هو الانزيم مال نيجاتيف كسبت تويتشنج، حركه ما عندها حركه، تكون اند اوكر ان بير، تكون على شكل هي عصويه على شكل اثنين، تشوفوها
magnification لما تكبر. Causes of oil spill. مسببات oil spill may originated in natural or anthropogenic, يعني النشاطات اللي كوز. الناتشرال هي موجودة, يعني such as oil that seep تسرب طبيعيا from the bottom of the ocean which enter the marine world. A crude oil is formed during long period of time. The chemical may occur in ocean due to هذه الموضوع. يعني مثل ما نقول, أما هاي المخارج اللي مسبب لنا هاي الخروج هاي المواد الهيدروكربونية للماء والتربة وغير ملوثات, هي عدة نقاط. أما تكون هي طبيعية, لأن حتى التلوث يقسمه إلى قسمين, أما يقولون natural pollution أو anthropogenic أو اللي هو الصناعي pollution, يعني بسبب الإنسان هو مسببها, فيقسموها صناعي وطبيعي بأنواع. الطبيعي مثل أوراق توقع بالنهر, هي الطبيعة تتلوث نفسها من الأشجار ومن ثم تتحلل المواد, تعطي مواد سامة وغير ذلك. ف يعني او المين ميد اللي هو الانسان اللي ساهم بها عديده مثل ما كلها تسبب. واكو احيانا هي الطبيعه تلوث نفس البراكين وغيرها, درستوا هالاشياء. بس الانثروبوجينيك كوزز الانسان انكلودينج اكسيدنت, هو هاي الحوادث اكسيدنتس اويل سبيل سج از ذا ريسنت بي بي هاي بريتش اويل بتروليوم اويل سبيل ان ذا غلف اوف مكسيكو, هاي ايضا صارت حوادث وتسرب بفعل الاستخراج وسعر حادثه صارت هذا الخليج. As well as leaking and spill due to the large variety of human activity. كلها مصادرها الإنسان related to oil refining وhandling وtransport, كلها ذني بسببها الإنسان بالنقل وبالاستخراج وبالتكرار, لها مخلفات تنفرز للمحيط للتربة للمي وغيرها. المي هم يتلوث, يعني حتى مصفى الدورة بحوث عليه نتيجة المصفات تفرز المواد الفينولية وغير ذلك تعطيها للنهر, مخلفات توصل إلى النهر مثل ما أكل باثوجين يطلع مدينة الطبي يروح إلى نهر دجلة, أيضا مصفى الدورة يذب مخلفات الذب عن النهر ومن ثم أيضا تأثر, وهي دراسات عليه. الأكسيدنتال سبيلز اللي أكسيدنتال سبيلز may occurs in various circumstances, يعني تحدث في ظروف مختلفة في عواصف البحار تنقلب باخرة غيرها. most often during the following activities. أما بالخزن oil and oil products may be stored in the variety of way including underground and above ground storage tanks such as container that might develop leak over. طبعا هذه الحوادث هي بالخزن, قد عملية خزن أو نقل بالتانكيات أو جو الأرض, هذه كلها يصير تسريب. handling during transfer operation and various uses, عملية نقل من مكان إلى آخر, تنقل بالإيد أو تسقط مركبات على التربة, هاي حتى المولدات بحوث عليها يستخدمون الديزل وتترك آثار على التربة, كذلك الإميشن اللي يطلع من عتها كلها مواد هيدروكربون, سواء للهواء سواء للتربة يسقط على التربة سواء لل transportation. This could be large oil spill. هاي عملية مليون and hundred of million gallon. هاي صارت في خليج المكسيك وصارت تمزق big transporting vessel. خزن ship نقل truck or smaller oil spill through the pipeline and other device also happen and their impact mainly due to the large numbers of usually minor spill. طبعا هذه مثل ما عملية النقل سواء تنقل بواسطة خزانات أو بواسطة أنابيب تترك آثار على المحيط, لازم يطلع شوية يسقط على التربة. هذا international oil discharge, هذا تسريب متعمد. discharging تطلع international oil discharge are not necessary due to by purpose or most of them occurs in the following circumstances, في ظروف مختلفة, through drain or in the sewer system. طبعا هذه اما هاي العملية التصريف درين وسوير الصرف الصحي اللي يصير دائما, احنا ايضا استخدامات بالبيت او غير ذلك تروح الى المجاري included any regular activity such as changing car, من التتغير النفط تطلع دهن السيارة يرموا على التربة الزايد, هذا كويست من المخلفات المحرك. oil simply discharged in the drain or indirectly بشكل غير مباشر through the burning of
fuels يعني عملية الحرق include vehicle emission مثل ما قلنا الانبعاثات اللي تطلع من السيارة vehicle emission هذه نتيجة انه السيارة مثلا تدخل اكسجين هواء للمحرك ويدخل البنزين البنزين بكل المكونات فبالفعل حرارة المحرك تندمج هاي الاكسجين مع مركبات الكبريت والنيتروجين تطلع الناكاسيد اللي هي او ثاني اكسيد الكبريت ثاني أكسيد النيتروجين أكاسيد النيتروجين كلها تطلع إلى الجو ومن ثم تستنشق وإياها مخلفات أخرى هذه ميثال وغير ذا تستنشق وتسبب لنا أيضا أضرار أو مواد هيدروكربونية عديدة معها في عملية الاحتراق. These various industrial components of soil and of oil and oil products such as variety of the hydrocarbon out of which benzene and PAH هذا المصطلح مهم تحفظوه petroleum poly aromatic hydrocarbon أساس صغيرة تدلل على مجموعة من الدعم الجمع فهذه اللي ذكرناها هي أكثر نسبة اللي هي من ضمنها اللي ذكرنا النفثالين والأنثروسين وغير المركبات اللي أشد خط وأكو الهتيرو مثل البنزون cut poses various health risks طبعا بوليسايك أروماتيك هيدرو البوليسايكليك أكومونو وكل بوليسايكليك أروماتيك هيدرو هي نفس المختصرة أكثر كمية بالكرود أويل اللي هو النفط الخام of sharing drilling الحفر البحري having recently experienced on the massive oil spill in the Gulf of Mexico with the terrible consequence on the environment marine life and human as the spill continuous April يعني بدت هي المشاكل تقريبا ظهرت على السطح من April 22 2010 and may take while until solution is implemented لحد الآن ماكو حلول قاطعية لحل هاي المشاكل بس طبعا مثل ما ذكرت هسه احنا موضوعنا مايكروبي موضوع حيوي biodegradable بس مثلا يخلون ايضا نباتات مثل هذا السترو التبن مثلا يصير بقعة نفطية يعني اكو معالجات نباتية مو فقط مايكروبي فيرمون هذا على السطح ويطوف خاصة المواد الهيدروكربونية الخفيفة تطفو على السطح ومن ثم يرمون مثل السترو السترو يمتص هاي المادة الهيدرو نوع من المعالجة اذا المعالجة نباتية هذه مو مايكروبية فالسترو أو التبن أو مخلفات الحنطة يفرشوها على المي وتمتصها طريقة ميكانيكية ويجمعوها بحزام تتجمع هاي المادة الهيدروكربونية يجمعوها بحفظ حزام يغطون البقعة النفطية الكبيرة يسوون فتح حزام دائر مدار البقعة النفطية ويرمون هذا السترو هاي طريقة أخرى تحتاج ability to establish and maintain conditions that favor chance of biodegradability in the contaminated environment لازم نشوف نختار الميكروب والظروف المثالية حتى ندرسها establish and maintain ونديم هاي الظروف ونشوف أفضل الطرق اللي تحفزنا على عملية التحلل البيولوجي presence of microorganism with the operate metabolic capabilities لازم اللي وجود هاي الكائنات المستخدمة with the appropriate metabolic لازم تكون مناسبة بعملية التحلل ومع المايكروب هاي كلها تندرس المايكروب والظروف لأنه واحد يقول أنا أجيب وأخلي مثلا كليبسيلا نيومونيا أخلي مو هي مو فقط هاي أسيدوموناس أريجينوزا أقوى وحدة حاليا أقوى وحدة بالتحلل ولو هي ذاكر بالمحاضرة أسينوبكتر بوماني بس أسينوبكتر أسينوبكترز العفو أسبرجل سيدوموناس أريجينوزا هي أقوى وحدة مستخدمة بالبحوث أكو أريجينوزا وأكو سيدوموناس بتيودا هذه طبعا أشهر اثنين فنقول سيدوموناس أريجينوزا هي وين موجودة بكل مكان أشهر وحدة موجودة بالمحيط بس منها قسم أبورتونستيك هي باثوجين وطبعا هي يعني كأنما أخذ الأسينوبكتر بابا أسينوبكتر الأسيتينوبكتر بوماني ويا سيدوموناس أريجينوزا خوات اثنين هن نيجاتيف بكتيريا بكره تجيكم سؤال ومتقاربات بالتشخيص بالبتريديش من ميزهن متقاربات
بس سيدومونس بالبتر ديش تاخذ في الطبقه كلش واسعه ميوكاسي يعني قويه اقوى من الاستينوبكت الا الشخصها بالفايتكس او الشخصها بالسيكونسينج لازم يشوف حتى تميز لان جدا متقاربات يصير خبط عندكم بالبتر ديش ولازم يسوي لها سيكونسينج او بالفايتك تحسم الفايتك بها محورين يعني بها اختبار الانتيبايتك وبها فايتك 2 انتيبايتك وبها محور البايكيمستري حتى تحسم هاي اسيدو لان متقاربات جدا خلي بالك لان اثنين متقاربات اثنين واثنين اوبورتونيستك باثولوجي هي انتهازيه واحيانا وايلد مو مؤذيه موجودات اثنين وهي اثنين هن عائله الميروكسيليس تفيدكم هاي نقطه للتمييز بس الاقوى سيدوموناس دائما تاكل الماكونكي على البلود اجر على الكروم اجر اكو هذا احسن سلكتيف ميديا مالت الكروم اجر هاي افضل طريقه لاختبار السينوبكتر بوماني كل بكتيريا لها سلكتيف يعني سلكتيفيتي سلكتيف ميديا لها اختبار تحب الكروم اجر معروفه هاي الاشياء بس نذكركم زين بس سيدوموناس هي اقوان بالبايل بس هي هنا ذاكرين على بالمحاضره هاي بس انها متقاربات اثنين باثولوجي فاذا لازم اختار والنقطه المهمه بنت بكره تصير خبير بوزاره النفط لان انت بكره بجوز تشتغل مو مختبر تروح دول الخليج تروح يقول لك خلصني من هاي السبل على التربه التربه هاي ده تموت النباتات والكائنات والاشجار فالعالم من يشتغلون بشركه يعطونهم شروط الدوله يقول لك انت من تستخرج لازم ما تترك اثار الامباكت انفايرمنت ما تترك اثار على المحيط مالك فتجي تقول لهم انا عندي طرق من ضمنها سيدوموناس اجيب اخليها على التربه بمحاليل ووسط طبعا دراسه بالمختبر هذا شلون الطابخه وكذا فتقول والله هذه البكتيريا هي افضل طريقه للتخلص على اي حال النقطه الاخيره والمهمه تنامرون تقول انا ما اجيب بكتيريا باثوجينيك بكتيريا انا مو عالج المحيط وبعدين اسبب انتشار بكتيريا مره لا اجيب بكتيريا وايل طبيعيه ما بيها فيرولنس فاكتور لازم ادرسها لازم طبيعيه اهم نقطه هذه لازم فريند يعني friendly to environment يعني صير صديقة للبيئة مو مؤثرة هاي نقطة مهمة presence of microorganisms with the appropriate metabolic capability sufficient concentrations of nutrient and oxygen النقطة الثالثة لازم أنطيها لأن هي بكتيريا هوائية أنطيها كمية من قد ما أضخ أكسجين بالتربة أو المي إيش قد ما تنتعش البكتيريا وإيش قد ما تعمل biodegradation أكثر The physical and chemical characteristics of the oil and oil surface area are also important to determine the bioremediation process. حتى أيضا ندرس في الفيزياء والبيولوجيا الحرارة والPH وغير ذلك. مو أنا لازم كلها تندرس بالمختبر اللي تتوالم ويا الميكروب. قد تكون ميكروب واحد يشتغل أو قد سينرجيزم يعني أكثر من بكتيريا شغلهن على حتى تحلل البقع النفطية. There are two main methods to treat oil spill through. بايرميديشن بايجومنتيشن هاي المصطلحين مهمة بايجومنتيشن وبايستيميليشن للتمييز بابا شنو بايجومنتيشن بايجومنتيشن يسموه المحفز الحيوي هذا شنو البايجومنتيشن تختلف عن بايستيميليشن هن اثنين يحفزن عملية التحطيم للمادة الهيدروكربونية بالتربة بس الأولى هو نجيبها من خارج التربة يعني اجيب بكتيريا انا محضرها مثل سيدوموناس اوريجينوزا بالمختبر محضرها الاوساط وارميها على التربه والماء حتى تسوي نبات يعني من خارج الوسط اللي يشتغل وتحفز لنا ونضيف لها اكسجين ونضيف لها نيوتريانت حتى تسوي لنا عمليه تحلل سريع اما بايستيميليشن فهي الاندايجينس بكتيريا يعني موجوده هي اساسا بالتربه بس تعطيها هم مغذيات وأكسجين وحرارة مناسبة دروس مثالية حتى تشتغل صحيح إذن هن اثنين المحفزات وشجعان بس الأولى هي جيبها من خارج الوسط الثانية هي أساسا موجودة بالوسط البايستيميليشن هذا الفرق واختار البكتيريا المناسبة واحدة أو اثنين أو أكثر حتى تشتغلن سينرجيزم أو سيستابلتي يعني القابلية الهيدروكربون تو مايكروب ديجريشن اون ذا جنرالي أوردر أس فولو طبعا هذه القابلة الالكين تكون اخف للتحلل اكثر راح تكون واكثر من البرانش عمليه التحلل حسب قلنا تركيب المركب الهيدروكربون هاي الانواع اللي درسناها كل ما تكون مركباتها معقده عمليه التحلل تكون اصعب لكن اذا كان السايكل واحد او كذا اكيد
تكون برانش الكين سمول اروماتيك سايكليك الكين هيدروكون حسب تدرج هذا the efficiency of the biodegradation range from the halogen كلمة إذا حتكون تكون الكفاءة البي range من halogen من 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 from 6 إلى 82 for soil fungi تكون هي أكثر لأن الفنجاي لها قابلية تمد الهايفات بين البارتيكل مال جزيئات التربة العفو اللي هنا efficiency هو range from 6% إلى 80 هاي شو تكون efficiency by range يعني هاي قابليتها للسايل عندك من 13% الى 50% فور سويل بكتيريا عملية نجاح او تحلل ومن 3 بالألف الى 100 لهذه البكتيريا عمليتها يعني تكون اقل البكتيريا البحرية active agents in the petroleum degradation and they work as primary degradation طبعا اكو بكتيريات اخرى تكون مثل سيدومونس فلوريسنس سيدومونس اريجينوزا ذني قويات كلش باسيلس ساتيلاس باسيلس سبيشيز الكالجينوس سبيشيز اسينوباكتر هذني كلهم هذه لوفي فلافو بكتيريوم سبيشيز ماكروكوكس روساس اند كورينوباكتيريوم اللي سبيشيز وير ايزوليتد فروم ذا بوليوتد ستريت ويتش كولد ديجريدد كرود اويل Cyanobacter species has found to be capable of utilize الكين هاي كل واحدة تقريبا تشتغل على نوع من المرض أكو كل لازم عندي اختبارات وموجودة بالبحوث كل بكتيريا لها نوع من المرض فلازم أشوف شنو المادة الهيدروكربون وطابقة معتها شوف إذن هذه عدد ذرات الكربون chain length من 10 إلى 40 and soil source of the carbon الكين of ورقس بوركومانس بوركومانيسس يعني هذه هم سائدة بالمياه البحرية use for the cleaning soil هذه أيضا تقروها شلون تحيط بها البكتيريا وتحلل المنطقة هذه البوركومانيسس يعني اللي هي السبيسيز مالتها created enzyme both are alkane hydrolysis hydrocarbon تحلل المادة الكينية fungi generally namely هذا الأمورفو تيكا يعني هذا نوع آخر من وعدنا نيوسوتوريا نيوسوتوريا and yeast الخمائر أيضا تعمل عندك الألبكان أيضا هي السبب من الأمراض الجلدية هم تشتغل على تحطيم المواد النفطية كانديدا ألبكان هاي بالأمراض الجلدية سببها نوع من الخمائر ايضا تشتغل على تحلل المواد مو كل كائن ولكن ذن المختبرات لحد الان اكو نباتات قلنا لها واكو فطريات وكويس كل وحده فروم ذا بتروليوم مثلا البروتوزوا ما شافوها ما تشتغل ما تعمل مثل اخر السطر بروتوزوا باي كونتراست ما تشتغل على فاكتور انفلوس بتروليوم هيدروكاربون ديجريديشن طبعا التمبريتشر هنا التمبريتشر احتاج تشاب بشكل سريع حتى نخلص المحاضرة شوية تجاوزنا بس لكم كمعلومات حتى تستفيدوا من تسمحوا لنا 10 دقائق حتى نخلص المحاضرة التمبريتشر لازم كل كائن إلى درجة مناسبة طبعا بشكل عام كل الكائنات تفضل 25 بكتيريا نباتات تفضل هاي الدرجة بس أنت تسويها مثلا أقل من 10 البكتيريا ما تقدر تشتغل تحلل بايديجريديشن للتربة فاللو تمبريتشر أكيد البايد تتقل لكن اللي سيوتبل للثلاثين تقريبا من 30 إلى 40 هذا suitable حتى تعمل وتساعد على تحل مادة هيدروكربون هذا كل ما موجود بال وكل محيط إلى درجة مناسبة فمثلا من 30 إلى 40 هذا soil environment البكتيريا اللي تشتغل على تحليل مادة هيدروكربون من 30 إلى 40 تشتغل جيد من 20 إلى 30 إنسان fresh water وبالنسبة للمارين environment أفضل درجة من 15 إلى 20 إذن كل محيط إلى درجة مناسبة بس بشكل عام ما تقل عن 10 يعني ما صير أقل من 10 هذه بعد البايديجريش بس دائما المحيطات بها برودة بالتربة تتحمل البكتيريا وتعمل يعني أفضل ظروف مثل هذا يحكي هايبتومايزيشن المايكرو أورغانزم ظروف المثالية النيوتريانت شافوا أنه آني بعض التراب خاصة في وسط المحيطات دائما السواحل غنية بالمغذيات لأنه بسبب السياحة يذبون فضل وكذلك الكاتشمنت أريا التراب تنغسل وتجي المواد الغذائية اللي هي الفسفور والنيتروجين والحديد وغيرها اللي تحتاجها والبوتاسيوم
كان. فأهم عنصرين هو النيتروجين والفسفور، هذن إذا ما ضخنها، فأنت من ضخ أكسجين وضخ نيتروجين مغذي للميكروبس والفسفور والأحيان الحديد الأيرون ونسب الـ NPK هذه للزراعة للنباتات والميكروب حتى البوتاسيوم تحتاج لأن ذن essential element تكون عملية هذا الشكل هذا الكرود أويل النفط الخام شون يصير بيه عملية evaporation قسم منها قسم منها ينزل قسم بيه absorption اكو ادزوربشن واكو ابزوربشن. ادزوربشن ادمصاص، ابزوربشن هو ادزوربشن قلنا هو ادمصاص تدمص دائما الكائنات تحمل جدارها سالب، وهذني الخليه الميكروبيه قسم من الهيدروكربونات موجبه وقسم من جدار الخليه البكتيريه سالب فيصير ادمصاص. اما الابزوربشن هي العناصر عمليه كيميائيه تمتص الجذور العناصر، اميز بين هالمصطلحين. الميكانيزم اوف ثرون باي ديجريديشن باي مايكروزم ذا ديجريديشن، يعني نخلص هذا الجزء الاخير. ذا ديجريديشن اوف بتروليوم هيدروكارب كان بي ميديتد باي سبيسيفيك انزيم سيستم فور اكزامبل اوكسجينيز. كل عمليه تحلل لها تفرز من قبل المايكروب كانزيم مثل طم الاكسجينيز، هذا انزيم يعمل على تحلل الماده الهيدروكارب، اذا هناك تخصص بالانزيمات. Attachment of microbe يصير to the substrate immobilize. لما تلتصق الميكروب على substrate المادة النفطية تشيلها، تشيل الميكروب، يعني هي كأنما المادة النفطية تشيل الميكروب وتمسك بها. Have been used for the bioremediation of the numerous toxic chemicals. Immobilization of bacteria cell enhance the biodegradation. العملية تشل البكتيريا للبقعة النفطية زيد تحفز عملية التحلل rate of crude oil compared to the living cell إذا نقارنها بالخلايا. Mobilizing can be done in the batch mode as well as continuous mode. Packet bed reactor are commonly used in the continuous mode of the degraded hydrocarbon. نفس الكلام. Productions of biosurfactant which are heterogeneous group of surface active chemical compound produced by the wide variety of my example Pseudomonas. Pseudomonas والأسينوبكتر تفرز لنا مادة مخاطية biosurfactant، مادة لزجة تعمل هاي المادة على مسك، يعني من جذها الخارجي. قلنا اكو مادة غروية او مادة يعني سكرية هي تمسك بالملوث اللي هو المادة النفطية وحتى بالهيفي ميتال، إذا كان مثل عندك رصاص بالتربان تمسك به وتعمل على نزوله بين دقائق التربان، يعني تنزله تخلصنا من عد. فهذه المادة تفرزها البكتيريا المادة الغروية أو المادة اللزجة تعمل على مسك السبستريت اللي هي المادة النفطية ومن ثم تحطيمها أو نزولها أو التخلص منها. قلنا ميزنا بين السرفكتنت وباي السرفكتنت. السرفكتنت هي صناعية البايو، يعني شيء حيوي سواء بكتيريا فطر أو phytoremediation for the treatment of the petroleum hydrocarbon contamination. أيضا استخدم النباتات، ممكن قشر الموز أرمي، وطبعا كل living or non-living cell tissue إذا أرمي قشر موز ممكن يمتص لي هذي متال يمتص هيدروكربون، هو أكثر فعالية من الديد. إذا يبس قشر الموز تكون أقل فعالية، إذن الليفينج سيل هو أكثر أكتيفيتي من النبات الغير حي الليفينج أو الليفينج تيشيو، فيكون أكثر فعالية الليفينج بشكل عام للبكتيريا والنبات والفطر. يقول لك أيهما أكثر فعالية؟ طبعا الليفينج أكثر فعالية بعملية البايديجريديشن أو عملية التخلص من المادة الهيدروكربونية أو الهيفي ميتال أو أي ملوث. فهنا مثل ما نعرفه ذكرت لكم أنواع من النباتات اللي هي فايتورميديشن، ممكن نستخدم أوراقها الاستراتيجيات مختلفة للتخلص، أو السترو مثال التبن قلنا نرميه على سطح المي إذا كان الملوث بالهيدرات بقعة نفطية السبل، أقدر أنا أجيب تمتص هاي المادة الهيدروكرب ومن ثم قللت، هاي طريقة ميكانيكية ما بها انزيمات وإنما هي المادة النسيج النباتي بقايا الحنطة هذه امتصت هاي
وخلصت. هي طريقة معالجة نباتية هذه، مو مايكروبية، فايتو ريميديشن. فايتو يعني نبات، التخلص واضح. جينيتيكالي موديفايد بكتيريا، ممكن أنا أسوي تجارب، أسوي تحويرات أو أخلي بلازميدات أضيف لها جديدة للبكتيريا تعمل على البيئة. هنالك جينات خاصة بعملية التحلل أكثر كفاءة، أكثر سرعة. فأني أما أسوي تجارب جينيتيكالي إنجينيرد مايكرو أورجانيزم جي إي إم إي and the bioremediation have received a great deal of the attention to improve حتى نحسن degradation of hazardous waste المخلفات الخطرة الهزيدرياس يعني waste المخلفات الخطرة تعمل على تحل. إذا أنا سوي تجارب لبكتيريا أحسنها لازم أطورها، أدخل لها بلازميد جديد تحمل جين يعمل على البيوديجريديشن، أطور هذا الموضوع. فلازم أنتبه مو كل بكتيريا يعني بكسيدوماناس إذا أجوز ما محاول أسوي تجارب أضيف جين جديد. As a result of microbial degradation can be considered a key components in the clean up strategy for petroleum hydrocarbon remediation التخلص من المادة الهيدروكربونية النفطية. فهاي بكتيريا تعمل على كل أنواعها. لحد هاي النقطة أكو سؤال بابا عندكم؟ ألو؟ واضح دكتور. اي واضح ان هاي الملاحظات اللي اعطيتكم بها مقدمه كملاحظات خارج هذه هي مربوطه بالمحاضره وايضا مربوطه بثقافتكم حتى تعرفوا ايش يصير، شنو محيطنا، شنو تاثيراتها علينا على صحتنا. الموضوع واسع، انا اذا اتكلم بكل نقطه هو الحقيقه في مجالك، لان احنا عندنا تحيطنا مخاطر كثيره في الهيفي ميتال بالبتروليوم بالايزوتوب بالاورجانيك بكل انواعها كلها مؤثره، وحتى الساوند بوليوتنت هاي المولدات تأثير الصوت مالتها تأثر على القلب على الضغط على، وكذلك ما تفرزه من مخلفات ترمي على التربة من هذا الديزل اللي يرموه هم السبب قتل الميكروب قتل النبات سمية غير ذلك، كلها لها تأثيرات مباشرة على وغير مباشرة على صحة الإنسان وعلى على المحيط مالتنا وكيف نتخلص منه. فاحنا هذا موضوعنا لازم نفكر به شلون الحلول. لذلك انت بكره تشتغل بشركه او غير ذلك مو فقط مختبر، يقول انا عندي طرق اريد اعرفها بالبحوث موجوده، اذا باللاين سواء هذه مثل سواء هيدروكربون سواء ايزوتوب مثل ما ذكرنا شلون ادخل. احنا قلنا الايزوتوب مثل زهره الشمس يستخدم ماده مخلصه للعناصر، محيطنا كل شيء فيه الله جعل سبحانه وتعالى نوع من التوازن البيئي للتخلص من الانتبايتك بالمي بالتربة، للتخلص من الهذي، للتخلص من الهيدروكربون، للتخلص من كل أنواع الملوثات. لازم أنا أفكر، لأن إحنا محيطنا يعني هسه مثلا دولة الناس اللي دي يصير عندهم زهايمر مثلا أبسط شيء دي يستخدمون الألمنيوم الأي إل مادة مؤكسدة بلس 3، دي يشوفون إنه الزهايمر سببه استخدام الناس مثل الفويل بالطبخ من يخليه بالطباخ يجوز أكاسيد الألمنيوم استنشاقه، تعفير الحبوب جاي تجينا يخلون أكاسيد الألمنيوم حتى مثل من البكتيريا على الحنطة والشعير احنا ممكن ناخذها العمال يشتغلون به يدخل لنا مثل. هذا مثال التوحد عند الأطفال سبب ثبتوا أكثر شيء هو الملوثات، ده ياخذ مواد حافظة الطفل، ده ياخذ مواد ملوثة هذه مثل غير. كل هاي الأمراض الشائعة لها سبب لهذه الملوثات، يعني بمعنى مو بس نعرف الباثوجين يسبب لنا إصابة النسيج أو الأمراض، وإنما نقص العناصر، توازن العناصر، دخول العناصر السامة للجسم، محيطنا كله ملوث، نحتاج إلى فهم زوايا في الطبخ في البيت في المحيط إلى آخره. أكو سؤال بابا؟ ما عندكم سؤال؟ واضح المحاضرة دكتور. يلا بارك الله، نشوفكم المحاضرة الخامسة إن شاء الله. يلا مع السلامة. مع السلامة.